ميعادنا مع مانشيتات وعناوين صحف اليوم الاحد 9/11/2014 نقراها اليوم مع الصحفي الاستاذ ايهاب الحضري. نهارك سعيد يا استاذ ايهاب. نهارك سعيد. اسمح لنا نتابع في البدايه عناوين الصحف، واول خبر معانا من جريده المصري اليوم وبيقول صفعه ثلاثيه على وجه اردوغان. من الشروق جمال الدين يبدا رحلته للبحث عن اخوان الداخليه. وأيضا من الشروق الدستورية تلغي حرمان القضاء من استعمال الرأفة في قضايا حيازة الأسلحة. من الوطن عودة معركة الأمعاء الخاوية لإسقاط قانون التظاهر. من المصري اليوم كمائن المرور تواصل انتشارها لمواجهة الانفلات وتجاوزات السائقين مستمرة. من الوطن مرة أخرى المساهمون ورؤساء التحرير يبدأون إجراءات تأسيس غرفة صناعة الصحف الخاصة. من المصري اليوم بدء تخطيط رفح الجديدة خلال أيام وإخلاء المدينة القديمة بالكامل. من الشروق مسؤول في الري بيقول قرار تصدير الأرز يهدد بموجة عطش صيفا. وأخيرا من الأخبار تنفيذ مشروع تحويل زيت الطعام المستخدم إلى سولار الشهر القادم. نهارك سعيد مرة تانية صاحبي الأستاذ إيهاب الحضري. وأول خبر معانا هو الصفعة الثلاثية على وجه أردوغان، بمعنى إيه بقى؟ يعني هو التحرك اللي حصل أمس بتاع اجتماع الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني. طبعا هو الرؤساء أو الرئيسين ورئيس الوزراء أكدوا أن التحالف أو الاجتماع ليس موجها لأحد، بس قراءة بسيطة لتوجهات الدول الثلاثة السياسية الخارجية هنلاقي أن في عنصر مشترك بيجمعهم وهو خلافهم مع تركيا أو تحرش تركيا بالدول الثلاثة. وبالتالي فهو في كل الأحوال يعتبر هو المفروض أنه هو مؤتمر بيدعم التحالف الاقتصادي، بس في النهاية البيانات بتاعته كلها بتؤكد أن في دعم لمواقف الدول الثلاثة من حيث عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومناصرة وحدة قبرص. ويعني في النهاية هو موقف موجه تحديدا لتركيا. وإن كان طبعا الأساس الاقتصادي فيه واضح، وأعتقد أنه هو لو تم تطبيق ما تم الاتفاق على خطوطه الأساسية أمس سيحمل يعني عدد كبير من المشروعات والتعاون المتبادل. تمام. بس يعني ده باختصار، إنما هو في كل الأحوال أعتقد أنه تحرك خارجي موفق جدا لسبب مهم. إحنا ما نكتفيش إن إحنا هي تركيا بتدعم الإرهاب في مصر، وبالتالي فما نكتفيش بس إن إحنا نقعد طول الوقت عمالين بنهاجمها في الصحف الداخلية. لازم تحرك دبلوماسي ويحسسها برضو إن إذا كنت أنت فاكرة إن أنت بتقدري تلعبي لوحدك، لا إحنا برضو بنقدر نتحرك. وتحركات على فكرة لا بندعم خلالها إرهاب، بالعكس إحنا بندعم مواقف ثابتة ومدعومة بقرارات الأمم المتحدة. بس أنا بتصور إن مصر بعد 30/6 ابتدت تفتح مجالات تحالفات مع دول مختلفة غير الانحيازات اللي كانت موجودة قبل الثورة أو علاقات أخرى، يعني عودة العلاقات مع روسيا والكلام ده كله. وأنت عندك أساسا في تحالف أفريقي، يعني ابتدت تخلق نوع جديد من التحالفات. والتوجه لأفريقيا اللي كنا بنطالب بيه بقالنا كتير جدا لسبب مهم جدا، لأن احنا كنا أهملنا أفريقيا لدرجة أن إسرائيل بقى يعني بتعيث في أفريقيا فسادا يعني. طبعا. وبالتالي فإحنا في العودة للدور الأفريقي ده مهم جدا. وفي نتمنى يستكمل، بس ما تبقاش بس كلام. هو المفروض ان في تحالف او تكتل ثلاثي بين ثلاث تجمعات وتحالفات اقتصاديه كبرى في افريقيا، المفروض انه يعلن عنه قريبا يعني. وبالتالي فهو ده تحركات، سلسله تحركات موفقه حتى الان. الشروق فيها جمال الدين، احمد جمال الدين مستشار الرئيس الجديد للشؤون الداخليه اعتقد الامنيه يبدا رحله البحث عن اخوان الداخليه. هو في طبعا في ناس كتير تعجبت الحقيقه من تعيين احمد جمال الدين ودكتوره فايزه ابو النجا في هذه المناصب، وتفسير السياسي اللي حضرتك بتشوفه ايه اسباب التعيينات دي كمستشارين يعني؟ لا هو طبعا هل هو تجنيب لرئيس لوزير الداخليه الحالي تعيين احمد جمال يعني الدين؟ لا هو يعني وجود مستشار، هو طول عمر رئيس الجمهوريه ليه مستشارين. معروف ان الوزير ايا كان هو منصب تنفيذي.
وبالتالي فرئيس الجمهورية لابد أو يفضل عادة أن هو يبقى لمستشارين بيرقبوا الموقف وليهم وجهات نظرهم. وأعتقد أن احنا هنا مش هنبقى قدام تضارب، يعني بمعنى مين سلطة أعلى ومين سلطة أقل ومين اللي ممكن يتدخل. الداخلية مفيهاش تضارب؟ لا أنا بتكلم هنا لا أنت قصدك على اختيار المنصب؟ أنا قصدي على اختيار المنصب. هو اللي يبدو حتى الآن من التحركات يدي انطباع بكده، علشان كده أنت سألت السؤال ده. إنما باختصار أعتقد أن في كل الأحوال التنسيق اللي موجود حاليا تنسيق مطلوب، في الداخلية قصور في قصور دي ما فيش فيها كلام. فكرة التوقيت بتاع اختيار مستشار للرئيس لشؤون الأمن أعتقد أن هو توقيت يعني مهم جدا، لسبب كلنا واحنا طول الوقت بنقول القنابل اللي عماله تفرقع في الشوارع دي، وبعدين احنا ما بنصحاش الا لما بنلاقي المنطقه خلاص بنبتدي نوجه كاميرات ونبتدي والباقي كله ممكن يكون. طب ليه ما تمش تعيين مثلا، في تصور حضرتك يعني اكيد يعني كلها تخمينات، ليه ما تمش تعيين اللي هو احمد جمال الدين كوزيرا للداخليه يعني؟ لا لان هو في النهايه هو ممكن تكون القياده السياسيه راضيه عن اداء وزير الداخليه الحالي. احنا ممكن نحكم من الخارج، يعني احنا ممكن واحنا قاعدين بره نقول لا ده في تقصير وفي قصور في كذا وكذا وكذا وكذا. في النهايه في اجراءات ممكن تكون متخذه، في ترى او القياده السياسيه على قناعه بانها اجراءات يعني كافيه، انما لابد من دعم هذه الجهود بان يبقى في ملفات مختلفه. ملفات مش ملفات لا في حاجات معينه يعني اختصاصات المستشار في الحاله دي، في الحاله اللي زي دي اللي هو فكره ان هو بيبتدي يعمل اعتقد ان المفروض يبقى هو ليه بيتدخل في ان يبقى في خطه استراتيجيه، بيبقى على اتصال مباشر بالرئيس بحيث ان هو يبتدي يعني يبدي رايه في بعض الحاجات. وفكره المستشار على فكره مش جديده، يعني هو فكره الاستشار معمول بها طول الوقت. طيب هو دلوقتي ابتدى يعمل حاجات كان المفروض، يعني فكره البحث عن اخوان الداخليه دي اعتقد ان احنا بنتكلم عنها بقالنا شهور من ايام الانتقالات. لا وبعدها كمان في اغتيالات ضباط المباحث ومباحث امن الدوله والجيش والكلام ده، دي كلها ملفات خاصه جدا ومعلومات خاصه جدا بتثير علامات استفهام حول من سرب هذه المعلومات. وبالتالي فيبقى في الحاله اللي زي دي لازم ان يبقى في تركيز عليهم. كل شويه نسمع الشروق من بس ده اعتراف ضمني اهو اللي في اخوان في الداخليه وان في تسريب معلومات، لان كانوا بينكروا القصه دي. هقول لك على حاجه، هو في حاجه مهمه جدا نشرتها الشروق من حوالي 10 ايام وقالت فيها انه تم ضبط خليه اخوانيه في ضباط مصلحه بين ضباط مصلحه السجون وعساكرها، وهم اللي بينقلوا التعليمات، والداخليه طلعت تكذيب رسمي. ومع ذلك الشروق وصلت وقالت احنا متاكدين والمعلومات كذا وكذا وكذا وكذا، وابتدت تدي معلومات ومين الضابط اللي اتنقل من المنطقه الفلانيه للمنطقه الفلانيه. ويمكن يبقوا مش عايزين يعملوا مثلا بلبله او شيء يعني هو يشككوا في يعني هو في كل الاحوال وجود اللي هو احمد جمال الدين، وعلى فكره هيختار معاه اثنين تقريبا كمان، ودي المصادر بتاع الجريده بتقوله ان هو هيبتدي ابتدى يشوف الملفات والتقارير المتابعه الدوريه والكلام ده كله الاداء، بحيث ان هو هيبتدي يختار اثنين من ضباط الداخليه السابقين معاه. طيب خلينا نشوف. طيب خبر المرور بقى، كمان المرور تواصل انتشارها لمواجهه الانفلات وتجاوز السائقين مستمر وسط الاحداث الكتير اللي حصلت الفتره اللي فاتت، حوادث الطرق. يعني ليه التكتل دايما المروري موجود في اماكن وسط البلد والاماكن دي، في اماكن متطرفه واماكن في المحافظات واماكن على طرق سريعه، وده مش تبع المرور؟ والله في مين؟ عندك اماكن جوه القاهره. لا ده تبع بجد، في اماكن جوه القاهره تمام ما فيهاش حتى تواجد مرور. يعني انت لو بصيتي كده قدامك على كوبري 15 مايو هتلاقي المطلع بتاعه فوق الكوبري تحول الى موقف. هتبص في اي مكان شوفي كل، يعني انا مش عايز ادي نماذج بس انا بقول لك لان ده جنبنا على طول. انت بتقولي وسط البلد، وسط البلد لسه قابضين على ضابط فيها لا يا وسط البلد يعني كويسه اليومين دول. لا ضابط لا في ضابط اتمسك في وسط البلد بيعمل مخالفات قطاع خاص، يعني عارفه كده اللي هو بيستثمر نفسه بيخلص شغله في مرور الراسه وهو عمل اداري فنزل وبيعمل مخالفات والكلام ده كله بيحصلها لجيبه، طبعا اتقبض وحل النيابه. انا قصدي في النهايه ان احنا عندنا مشكلتنا دايما ان احنا بنتحرك الى المناطق اللي يحصل فيها الكارثه. يعني دلوقتي لو رحتي في اي مكان حصل فيه حادثه
هتلاقي ان في تواجد، وكان هو ده المكان الوحيد في البلد اللي فيه مشكله، زي مشكله الارهاب. في مكان فيه تفجير نروح نركز عليه ونسيب الباقي. طيب، عوده معركه الامعاء الخاويه لاسقاط قانون التظاهر، ودي كان حمله اضراب عن الطعام كان بيتبناها بعض النشطاء وكثير من المواطنين برضو، لايه؟ لاسقاط قانون التظاهر، وتعاطفا مع المقبوض عليهم في اطار قانون التظاهر. مع العلم ان قانون التظاهر دلوقتي في الدستوريه العليا مطعون في عدم دستوريته، والحكومه هي اللي بعتته. شوفي، يعني الحكومه هي اللي بعتته الدستوريه، المحكمه الدستوريه العليا، اعتقد بعيدا عن ده كله للبت في دستوريته. احنا كنا لسه حاليا من يومين في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده في جنيف. وبالتالي فاحنا بنسعى لمخاطبه العالم، وفي نفس الوقت بنسعى الى اقامه دوله ديمقراطيه. إقامة دولة ديمقراطية يبقى قانون التظاهر بشكله الحالي لابد من تعديله. احنا يعني لو ما قادرين نلغيه يبقى نعدله. وعلى فكرة وهو الناس بتطالب بتعديله، يعني بقول لك هو لابد من هذا، لازم ان هو تنظيم يعني. انما هو اللي حصل دلوقتي هو نوع من انواع قمع التظاهر. خلاص، اللي حاصل القضاء اللي حكموا بالسجن على بعض المتظاهرين هم كانوا بيطبقوا القانون. 3 سنين بيطبقوا القانون. انا قدام قانون والقاضي بيطبقه. منهم 7 بنات. اوكي، انا هنا مش بعلق على حكم قاضي، وفي انما إرهاب في البلد، معلش وفي معلش كل الكلام ده بالظبط زي المرور لما يجي يوقفك في وسط البلد علشان مش رابطه الحزام، وفي عربيه ماشيه عكس الاتجاه قدامك، واحنا هنا بنيجي ندقق في حاجات، بس هنا في القاضي بيطبق القانون. بس حضرتك لازم تلتفت برضو ان القضايا دي كتير منها بيبقى مكتوب اتهامات جوزافيه، وانا اسفه اني اقول هذا الكلام، ان مثلا بنت ضربت ضابط، بنت تعدت على مش عارفه على فكره يعني. غالبا هتلاقي الحكم هنا يعني الحكم هنا بقت يعني استنباط كده، معلش بس الحكم في هذه الحاله ما بيبقاش في واقعه الضرب، انما في واقعه التظاهر بدون ترخيص اللي هي مخالفه قانون التظاهر. باختصار شديد، عشان يوصل ل3 سنين ممكن يوصل، لان القانون هنا بيدي احكام مشدده في بعض الحالات. هنا في كل الاحوال المهم النهارده في جلسه استئناف لمجموعه البنات، يعني البنات والشباب اللي كانوا في قضية التظاهر عند الاتحادية، منهم يارا سلام هي محامية، وسناء سيف، و7 بنات تانيين، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب أعتقد 13. المهم أساسا كمان إن إحنا بما إن إحنا عمالين يعني الوزراء خدوا بعض بالأحضان في جلسة جنيف، وما خدناش بالنا من حاجة مهمة جدا. كان إيه رد الفعل هناك في جنيف رسميا؟ رد الفعل الدولي رسميا، إحنا من رسميا اللي حسب البيانات الخارجة من رئيس اللجنة اللي هو وزير العداله الانتقاليه، ان احنا حققنا نجاح ليس له مثيل. لا انا بتكلم عن المجتمع الدولي او الدول ال 150 دوله اللي كانت طالبه. انا بسال سؤال، هنا لما نبقى في 2010 كان في المجلس وجه ضدنا او وجه لنا 165 توصيه. اليومين اللي فاتوا اتوجه لنا 314 توصيه. بعمل علامات استفهام لسبب مهم جدا، لان انا قدام معلومه لابد من التحقق منها، مش تحقق منها بمعنى لا، المعلومات اللي بقول لك عليها دي يعني موثوق فيها عدد التوصيات، انما لما يبقى احنا بناخد بعض بالحضن وقدامنا هذا العدد من التوصيات، قدامنا حوالي 20 دوله. بس ما قالوش هل هم اقنعوا المجتمع الدولي؟ لسه في جلسه مراجعه ثانيه في الدوره العاديه بتاعه المجلس في مارس الجاي، هيتم فيها يعني بحث الموقف المصري ثاني، ويتشاف ايه اللي ما حصلش. واهم حاجه على فكره من ضمن الحاجات اللي كل الدول اللي انتقدت مصر ركزت عليها هو قانون التظاهر. تمام، يعني فده مهم جدا لسبب اعتقد ان احنا اتكلمنا فيه كتير. هنا بفرق بين موقفين علشان تبقى الامور واضحه قدام. ويمكن عشان رد الفعل تجاهه كان عنيف، يعني كم الاحتجازات والناس اللي اتحبست تحت قانون التظاهر او بسبب التظاهر. لا انت بتتكلمي عن ايه؟ انت بتتكلمي عن القانون ما فرقش بين حد. وبعدين المشكله كمان انه ترتب عليه، يا ريت انت عارفه لو انت بتطبقي قانون، بس انت في عندك ماكينه اعلام شغاله بتشوه بقى يعني الثوره، ثوره يناير كذا، وثوره العملاء والخونه واللي معرفش ايه والكلام ده. واعتقد ان الكلام ده اذا كنا بنحتاج او عايزين نبني مجتمع سليم لابد من وقف هذا. هنتكلم عن حريه التعبير، يبقى حريه التعبير تبقى متاحه للكل. استناني جايه لك انا بقى في اللي بعده دلوقتي. اهو راحت فين؟ المساهمون ورؤساء التحرير يبداون اجراءات تاسيس غرفه صناعه الصحف الخاصه. هل ده احتكار للكلمه؟ لا، هو كان في غرفه صناعه الاعلام قبل كده اتعملت. لا، ما عندكم، ما هي موجوده دي علشان التلفزيونات.
ايوه على التلفزيونات الخاصه. تمام مظبوط. فهو اللي بيحصل ايه؟ إن هل ده لوبينج؟ لا الفتره هو لا هو كونه لوبي هو لوبي، انما هو لوبي صحفي ولوبي اذاعه وتلفزيون يعني مسموع ومرئي ومقروء. هل هو قاصر على هذا الكيان؟ طب ما هو موجود دلوقتي. انت في النهايه قدام صوت واحد تقريبا في التلفزيونات. يعني انا على فكره عايز اقول لك على حاجه، انا لما باجي هنا بقول كلام ممكن ما يتقالش في قنوات خاصه. عشان ما تفكرهمش بقى. انا بقول لك بس يعني ليه؟ لان القنوات الخاصه عامله لوبي دلوقتي غريب جدا بيتحالف فيه راس المال مع السياسه. وبالتالي ففي النهايه احنا قدام كيان بيتوحش. انا مش ضد ده، بس ضد ان يبقى في صوت واحد بيتم التعبير عنه. هل ده لمصلحه الوطن كما يشاع؟ والله كل واحد ما هو اصل مصلحه الوطن دي عباره مطاطه يعني. في النهايه ما هو مش معقوله ان احنا يبقى احنا الوحيدين في العالم المتقدم تمام اللي احنا شايفين ان مصلحه الوطن هي ان ما حدش يقول راي غير راينا. والا ما كناش وصلنا ل 30/6 على فكره. احنا خلال الفتره اللي بعد 25 يناير كنا بنقول كل اللي احنا عايزينه. واللي وصلنا ل 30/6 هو ان احنا وقفنا وصمدنا وقلنا اللي احنا عايزينه كله. ما هو ده بالعكس، ودخلنا في مواجهات كانت هتموت بعضهم على فكره. ده اللي بيحصل، ده هو ادراك لاهميه الاعلام وتاثيره. عشان هم مدركين كويس قوي هو مش عارفين ان احنا لما وقفنا كلنا وعملنا الشغل ده قبل 30/6 كان في بعض الاعلاميين الكبار مستهدفين فعلا، كان بالتصفيه او بالسجن او الكلام ده كله. يعني احنا علشان ما نكررش اخطاء السابقين، لان احنا بنسعى حاليا فعلا لبناء دوله ديمقراطيه. اما التحالف اللي بتقولي حل على حضرتك هو فكره ان باختصار شديد في تشريعات بتتعلق بالاعلام خلال الفتره الجايه. مين اللي بيمثل الصحفيين فيها؟ غالبا نقابه الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافه. وهم شايفين ان الصحف المستقله وصناعه الصحف المستقله بقت جزء اساسي من كيان اعلامي او الكيان الاعلامي في هذا البلد، وبالتالي لابد ان يكون لهم كلمه في هذه التشريعات. يعني يكون ليهم ممثل في التشريعات. بس هو كان في اجتماع قبل كده حاصل مع رؤساء بين رؤساء التحرير. لا لا ده حاجه تانية، ده عشان الارهاب. وطلعوا بيان مشترك كده اللي هو برضو كلنا يا جماعه هنمشي في سكه واحده علشان مصلحه الوطن. وده اثار وعلى يعني فكره لا في صحفيين كتير وحصل حصل على الجانب الاخر مجموعه اخرى اجتمعت برضو من الصحف المستقله. لا وصحفيين خلينا بس ما نعملهاش معركه طيب. صحافه يعني لا الصحافه فعلا يعني دي خاصه لا وغير كده لا جزء كبير منها خاصه. في النهايه في مجموعه عدد كبير من الصحفيين وقعوا على بيان قالوا ان هم بيرفضوا هذا الكلام وبيعتبروه جزء من تكميم الافواه. في النهايه المناخ الصحي لابد ان يتاح فيه كل او تتاح فيه كل الاراء ما عدا الذي يحرض على الارهاب او يشجعه. انا بس الحقيقه يعني الموضوع ده يمكن يعنينا احنا كاعلاميين يعني انه في حاله من التجاهل كده في الفتره الاخيره غير مفهومه للاعلام الرسمي. او خلينا نسميه اعلام الشعب او الاعلام المملوك لدافع الضرائب المصري او كده. في حاله من التجاهل يعني حتى من السلطه في تركيز مع الاعلام الخاص، في تجاهل للاعلام الرسمي حتى على مستوى التشريعات والحاجات دي. احنا مفيش حد فينا ممثل يبقى داعم الا قله قليله يعني يمكن هم رئيس الاتحاد مش عارف ايه هو يعني. دايما على فكره بيبقى في حد يعني هو مش بياخد مجموعات. صوت الشباب انتوا بقى اللي هتعملوه يعني في النهايه انتوا الممثلين، انتوا الجمعيه العموميه بتاع المبنى ده ومجموعه القنوات اللي فيه، وبالتالي فانتوا صوتكم انتوا اللي بتطلعوا وانتوا قادرين على ده. في النهايه بنبقى في انما لابد بيبقى في ممثل طبعا. بس حتى على المستوى الرسمي في تجاهل للاعلام الرسمي. لا هو في حاجه مهمه يعني جدا، هو في اهتمام حتى رئيس الجمهوريه دلوقتي ما بيعمل لقاءات ما بيعملش في الاعلام لا خلينا الرسمي. بس نقول ان في اهتمام في اهتمام الخاصة. في اهتمام بالتلفزيونات الخاصه تمام، لان التلفزيونات الخاصه استفادت من عيب كان موجود في الاعلام المصري اللي هو فكره يعني ان هو طول الوقت متقوقع على نفسه. يعني بالظبط بيفكرني بالبيان اللي او حكايه الاحضان اللي طلعوه في جنيف خلاص، اللي هي فكره ان انا بقول كل حاجه تمام وكله كله كله وبالتالي فالجمهور انصرف عنه. انما الاعلام الخاص ابتدى يعمل خلال الفتره اللي جايه اللي فاتت قصدي ابتدى يعمل ارضيه مختلفه ويسحب الجمهور. بس اعتقد برضو ان اللي بيحصل دلوقتي في الاعلام الخاص هيبتدي يعيد الجمهور نوعا ما الى التلفزيون المصري، بس بشرط ان التلفزيون المصري يبتدي
يعيد او يمتاز بالمهنيه بقى، يمتاز بالمهنيه بس، لان المهنيه مش عايزين حيازات، عايزين بس لا المهنيه مهنية يعني صحفية. في النهايه ان المهنيه تبقى موجوده لسبب مهم جدا ومتوفره، لان المشاهد العادي بيبقى في يوم من الايام بيتشبع. يعني انا حتى لو متبني وجهه نظر اللي بتقال في القنوات الخاصه انا بتشبع منها. في يوم من الايام ظهرت جريده كانت جريئه جدا وبتشتم كل الناس حتى رئيس الجمهوريه ايام مبارك، كلنا اقبلنا عليها وقعدنا خلاص، يعني هي بقت الايه الزاد بتاعنا كل اسبوع شهرين وزهقنا منها لان الكلام بيتكرر وبتاع الكلام ده كله. الخوف من الاجراءات اللي زي اللي موجوده في خبر الوطن النهارده هو احاديه الصوت بقى، يعني الناس مش هتسمع غير اتجاه واحد وصوت واحد ويقول لك ده مصلحه الوطن. يعني الواحد بيتساءل هل دي مصلحه الوطن ولا ايه؟ هو ده سؤال مهم جدا ولابد ان يطرح. مين الوطن؟ طيب لا ومين اللي يحدد مصلحة الوطن؟ يعني في مصلحة عليا دي بتتحدد ومعروف مين اللي بيحددها، انما وجهات النظر ممكن تأويلها. يعني الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده ممكن يتقال ان احنا ضد مصلحة الوطن عشان ممكن تعرف ان انت واي حد ممكن يقول اي حاجه، ما الناس دلوقتي كل واحد بيطلع يقول الكلام اللي هو عايزه ويشتم اللي هو عايزه والناس بتسكت. يعني من الممكن تأويلها بس هي دي الحكايه. طيب بدء تخطيط رفح الجديده خلال ايام واخلاء المدينه القديمه بالكامل، عمليه الاخلاء للشريط الحدود دي بتحصل بقالها فتره. المشروع قديم طبعا بس احنا افتكرناه والقياده السياسيه افتكرته لما حصلت الازمه الاخيره، وكان ده ضروري جدا لان كلنا عارفين اللي فات. المهم مدينه رفح الجديده هيبتدي تخطيطها بعيدا عن المنطقه الحدوديه، وهيبقى في فاصل بينها المنطقه طب كويس. لا ده قرار جديد ده يا استاذ ايهاب؟ لا هو المشروع قديم. انما على فكره عايز اقول لك على حاجه بس عشان نبقى واضحين، على بعد قد ايه؟ 500 متر ولا قد ايه؟ لا اعتقد ان انا قريت 5 كيلو. 5 كيلو؟ لا 500 متر دي ما فيش، ده انت 500 متر. لا 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 500 متر الاخلاء. وبعدين رجعوا بعد كده قالوا كيلو. يعني الاخلاء كان في الاول، اول بيانات طلعت او اول كلام اتقال كان 12 كيلو طول و500 عمق، وبعدين بقى 13 وكيلو الإخلاء. انما دي مدينه يعني جديده الشريط الامن او المنطقه انما دي مدينه جديده هيتم بنائها على اساس بدوي، يعني البيت يبقى موجود من دور ويمكن تعليته دور كمان، ويبقى فيها فناء سماوي يعني منه للسماء عشان تربيه يعني مناسب للبيئه وللناس، معمول للناس اللي هي تم اخلاءها من منزلها ولا منزلها. مجتمع جديد. هو طبعا الاولويه فيه اللي تم اخلاءه من منازله، انما هو مجتمع طبعا هيبقى فيه مجتمع صناعي متكامل، صناعي زراعي متكامل. طب هايل يا رب. وبالتالي فانت بتبعدي عن الموضوع خالص وبعدين بتبتدي تعملي فعلا شغل امن القوم صح، لان ما فيش دولة في العالم في حاجة اسمها ان انا يبقى البيوت لازقة في الخط لازقة في الاسوار. بس هي دي وخطر حتى على الاهالي، وده اللي لازم هم يفهموه ان ده حتى خطر على الاهالي نفسها. يعني هم تحت اي مشكلة بتحصل، اي قصف بيحصل، اي خبط بيحصل في اي حتة، هم اللي بيتأذوا اكتر ناس يعني. اكيد طبعا. وغير طبعا الانفاق والقصص. لا الانفاق ما هو دي اذى او استفاده، دي حاجه نسبيه يعني متروكه لمعايير كل واحد. انت حضرتك ممكن تكون شايفه ان هم متضررين، في ناس تانية ممكن يكون شايف انه مستفيد منها. طيب مسؤول في الراي بيقول قرار تصدير الارز يهدد بموجه عطش صيفا، واحنا بقى هنلاقيها من الكهرباء ولا من العطش؟ لا بالمناسبه في حاجه ولا كهرباء ولا ميه. المصري اليوم في الخبر بتاع بدء تخطيط رفح الجديده قالت ان دي مصادر، هي اللي قالت كده يعني ما فيش. على ايه حضرتك بتقول على الخبر اللي قبله؟ بتاع رفح الجديده دي مصادر هي اللي قالت كده يعني ما فيش مصدر، مش تصريح رسمي، رسمي. اوكي في الشروق مسؤول في الراي، مسؤول في الراي رفض ذكر اسمه برضه ليه؟ يعني انا بقول لك ده اللي فكرني بالحكايه. ما هو ده بقت الموضه على فكره. تمام المسؤول لا المره دي بقى يعني في احيانا نقول لك مصدر صرح مصدر مسؤول لا ورفض ذكر اسمه يعني في النهايه. طب ليه؟ لانه بيعارض قرار مجلس الوزراء. مجلس الوزراء سمح بتصدير الرز. والري كانت بتقاوم الحكايه دي لان مفيش، احنا بنعاني من ندره مائيه. ومعروف ان احنا الفرد المصري وصل لحد الفقر المائي حسب طبعا تصريحات المتكرره لوزير الري. وبالتالي محصول الرز ده محصول بشع في استهلاكه للميه. وكل سنه يحددوا محافظات معينه ومساحات معينه تبتدي هي اللي بتروي بتستخدم قصدي بتزرع محصول حصول الرز، ومع ذلك ما بيوصلوش ليها خالص، بتلاقي المخالفات بالالافات. طب لما تيجي تعملي كده بقى وتخلي كمان تصدير، ده كل ده وانت في المحل. لو في تصدير ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت المساحات هتبقى اعلى لان السعر هيبقى اغلى. انت لما تصدري حاجه هتبقى على طول سعرها في السوق المحلي اغلى لان بيبقى في ندره نسبيه فيها، وبالتالي فالسعر هيرتفع، فهتشجعي مساحات
او ناس كتير ان هم يتعدوا ويتجاوزوا المساحات المقرره ويبقوا يدفعوا بعد كده غرامات. باختصار شديد ده كلام المسؤول في الري، وقال ان دي هتحصل، لو حصلت هيبقى الصيف الجاي مش بس بقى ظلام، لا هيبقى عطش. طب انا عايز اسال سؤال فيما يخص هذا الموضوع دلوقتي، لما حضرتك هم عايزين يصدروا الرز، طب لما احنا نعمل مثلا اكتفاء ذاتي من القمح مثلا، مش ده احسن؟ والله شوفي الاكتفاء، مش القمح ده برضو بندفع احنا ملايين الجنيهات علشان ناكل عيشنا؟ لا كويس ده جميل. طيب في يوم مصر من الايام، في يوم القطن والقمح، في يوم من الايام، لا القطن ده انا مش فاكره بصراحه يعني، القطن طويل كتير معروفه، لا معروفه مصر مشهوره، كنا بناخدها في المدرسه، وكنت بتاخدها في المدرسه، انت كنت بتاخدها في المدرسه، انا وانا صغير كنت بشوف عملية جني القطن في البلد. الله. وازاي بتبتدي الـ اولا ده موسم كامل معمول لها اغاني كان ايام، بقول لك حاله كامله في القطن دي، ان انت اولا في حاجه، ده كان في ناس مثلا اطفال المدارس كلهم يقولوا موسم جني الدوده في القطن، كان بيطلع كده حاجه ممكن تهدد، فيروحوا وياخدوا مثلا تعريفه في اليوم، دي عمله منقرضه على فكره عشان تمام، ويبتدوا ويبقى وبعدين يجي بعد كده موسم الجني، وبعدين طول السنه الحطب بتاع القطن ده موجود عشان الايه النار واللي هي الافران والكلام ده كله. كل ده طبعا انا بقول لك مش فاكره يعني، في النهايه انت بتتكلمي عن محصول. بس انا عايزه اقول لك يا استاذ ايهاب ان القطن المصري، منتجات القطن المصري لما بتسافر في اي حته بره عليها اقبال غير عادي، جميل جدا، وعليها بتتباع غاليه جدا جدا، لان يعني يقول لك ده قطن مصري، هو طب ما نستغل الحاجات دي نكثف بقى. يا ريت يا ريت، انا بقول لك انا بتكلم في حاجات انا مش فاكرها. القمح في ده انا رحت اشتريت جينز يعني محل بجينز، مول كبير جدا فيه جينزات كتير قوي، وقعدت اقيس اقيس اقيس، في الاخر رحت اشتريت، ببص على البتاع بعد ما روحت لقيته ميد ان ايجيبت، يعني انا رحت في الاخر جبت المصري من بره. انا بقيت بفرح جدا حتى لما بشتري حاجه هنا ميد ان ايجيبت، عشان ما تبقاش الصين بس، لان كل حاجه بدات بالصين. فلما بنعوز نعمل حاجه حلوه بنعمل، لان احنا عندنا الخامات فعلا، الخامات موجوده رائعه، القطن بالذات. نرجع للقمح بقى. من كذا سنه كنت في مكان مهم في الاسكندريه، ممكن يكون مكتبه الاسكندريه، المهم بنتكلم على فكرة برضو في حرب المياه والكلام ده كله، فقمت أنا وقفت قلت يا جماعة القمح وحصل كذا، وفي المنطقة الفلانية حصل كذا وكذا، فحد مهم جدا قال لي على فكرة القمح محصول شره للمياه، ما نعمل زي هولندا عملت كذا وعملت كذا والورود ومش الورود، وابتدت تصدر وبعدين بعد كده تجيب اللي هي عايزاه، إنما ما نعملش ولازم نعيد تفكير. دوله على فكرة يعني انا مع حضرتك في كل اللي بتقوله، بس المشكله في القمح تحديدا ما ينفعش فيها كده، لان ده محصول استراتيجي بيستخدم للضغط علينا، بالظبط زي الاسلحه، ما تجيش تقول لي ما تشتريش سلاح واصرف ما اعرفش على الميه ولا بتاع، قلت له دي حاجه ودي حاجه، التداخل بينهم دي ده مشكله. المشكله ان هي دي وجهه نظر او رؤى بيتم ترويجها. طب قول لي قول لي وجهه النظر في تحويل زيت الطعام للسولار. والله هو مشروع لو حلو يبقى كويس يعني، هم قالوا ان هو يوفر مليون لتر سنويا. هي تبدو كوميديه، هي تبدو هو الحكايه باختصار، انت سعادتك عندك شويه زيت طعام استعمله، بتروحي اللي استعمله كذا مره دول تروح مودياهم للتموين، البقال التمويني، وبتديهم له، فبيروح مديكي نقط على بطاقة التموين تاخدي بقى سلعة، وبعدين يجمعوا المجموعة بواقي الزيت، بواقي يعني الزيت اللي هو التحمير والكلام ده كله، خلاص ودوا على طول هيدونا فلوس عليها. لا هيدوكي سلعة لو ليكي بطاقة، مالكيش بطاقة خلاص. وبعدين يحصل ايه؟ يحصل ان هم يستخدموا زيت الطعام المستهلك ده المستخدم اللي هو سابق استخدامه في انتاج سولار. سعر اللتر حسب التصريحات الرسمية تصنيعه هيبقى حوالي 3 جنيه ونص. السعر بتاع اللتر اللي بيتم انتاجه دلوقتي بالطريقه العاديه 7 جنيه، يعني انت بتحققي وفر نص ايه حل. اتمنى ان يكون مشروع حلو، لانه هيبقى حاجه بنفكر لو هيدونا يعني منتجات في المقابل نجيب الجراكل، بيقولوا بيوزعوا جراكل دلوقتي. ده لو معاك بطاقه تمويل. بس اللي يعني معاه بطاقه تمويل بس، هو ده بيدوهم جراكن يحطوا فيها الزيت القديم، ما هو ده المفروض، ويودوها للبقال التمويني، والبقال التمويني بحسب الكميه بيروح ضايف له نقط. والبقال التمويني لما بيسلم الزيت بيبقى كمان ليه مزايا يعني، كله المفروض بيستفيد. طب كويس قوي، طب كويس، الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا جدا وجودك معانا النهارده الصحفي الاستاذ ايهاب الحضري، ونهارك سعيد. نهارك سعيد. فقراتنا لسه متواصله معاك، وفي نهارك سعيد راجعين بس بعد الفاصل.